أهلا بكم. لماذا انهار التعليم في العراق منذ احتلاله عام 2003 وانتشر التجهيل والأمية؟ لماذا حرب العلم ونشر التخلف والفساد وغيب الوعي؟ لماذا تنتشر المدارس الطينية في محافظات تطفو على بحر من النفط؟ ما انعكاسات نشر الأمية ورفع معدلاتها بين أوساط المجتمع العراقي الذي يعد من أعرق المجتمعات وأكثرها ثقافة وعلما في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى ما قبل الاحتلال وحتى ما قبل الخمسينيات، حيث يقال في الماضي إن الكتب تكتب في القاهرة أي تؤلف وتطبع في بيروت وتقرأ في بغداد، دلالة على الثقافة أو الثقافات أو مستوى الثقافي العالي والوعي والنهضة العلمية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية. فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن هناك نحو 12 مليون أمي في العراق. هذا الرقم المهول، بينما يرى مراقبون للشأن العراقي أن عملية تجهيل العراقيين جاءت ضمن سياسة ممنهجة لتشتيت الانتباه عن القضايا المصيرية للعراق، وأن نشر التجهيل والأمية والطائفية والفقر هو لخدمة مصالح دولية وإقليمية تضمن عدم نهضة العراق منذ احتلاله، لأن الشعب الواعي يشكل خطورة على أي نظام فاسد. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه القضية أو على هذه القضية، وسيكون معنا في هذه الحلقة كل من الأستاذ دريد عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي العراقي ضيفي عبر سكايب. أستاذ دريد مرحبا بك. وأيضا الأستاذ صباح علو الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب، مرحبا بك أستاذ صباح. أهلا ومرحبا بكم. وأيضا ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، مرحبا بك أستاذ مصطفى. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. في بلد هو أول من عرف الكتابة قبل آلاف السنين ووضع نظم العدالة وحقوق الإنسان وخلف إرثا معرفيا وثقافيا كبيرا، إنه العراق الذي كان في مطلع ثمانينيات القرن الماضي يمتلك منظومة تعليمية متطورة تتفوق على قريناتها في دول المنطقة بشهادة منظمة اليونسكو، إلا أن المنظمة ذاتها عادت تصنفه ضمن البلدان التي تعاني صعودا كبيرا في نسب الأمية المرعبة التي تجاوزت 47%. فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك 12 مليون شخص أمي في العراق. اليوم التربية نسمع أن وزير التربية أو وزارة التربية تستورد طباعة مناهج كل سنة من قبل دول الجوار، ولماذا نستورد كل سنة؟ ولماذا تتغير المناهج؟ هل هناك فشل في المناهج أو لأنه بسبب الفساد؟ نعم، بسبب مافيات الفساد، بسبب المحاصصة، بسبب عدم وجود صوت وطني وحكومة وطنية، دفعنا ثمن العراق خارج جودة التعليم. الأمية والطائفية والفقر تدخل ضمن سياسات التجهيل الممنهجة التي تتبعها الأنظمة القمعية منذ 2003 برعاية الاحتلالين الأمريكي والإيراني، ولا تدخر جهدا في صناعة وعي مزيف ومعرفة مضللة واتباع سياسات مخادعة لتجهيل المواطن. فالجهل يورث الخوف، والخوف يقود للتبعية، والتبعية تعني الاستسلام والانقياد التام. عملية تجهيل العراقيين تتم في إرباك العقول بإغراقهم بالمعلومات والإشاعات المصنوعة بعناية فائقة تشتت الانتباه عن القضايا المصيرية عبر اختلاق قضايا هامشية وتضخيمها وفرضها على الساحة. تزداد قابلية الوقوع في شرك التضليل والتجهيل عندما يكون الجمهور المستهدف قابعاً تحت نظام القمع أو الفقر واليأس من إيجاد حلول لأبسط المشاكل، وهنا تحقق الحكومات بأحزابها وميليشياتها مرادها الذي
تصبو إليه، فبعد إغراق البلد بالمخدرات وانتشار الأمية فضلاً عن الفقر المدقع والأزمات المتلاحقة، بدأت تطفو آثار التجهيل في ظهور العرافين والمشعوذين وكثرة المزارات التي لا تمت للدين بصلة، كجعل الأشجار وأعمدة الكهرباء والآلات الزراعية وغيرها مزارات يطلب البعض منها تحقيق أمنياته. ما يمر به العراق ليس تعبيراً عن هيمنة نظام سياسي أوجده الاحتلال الأمريكي، تتحكم فيه الأحزاب والميليشيات التي أوصلته إلى حالته الموحشة فحسب، بل إن ما يجري فيه هو عمليات تهديم مقصودة ومترابطة بين المادي والبشري ومحو تاريخ العراق وامتداده العميق في الحضارة العربية والإسلامية. إذن أبدع مع الأستاذ دريد عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي العراقي ضيفي عبر سكايب. أستاذ دريد مرحبا بك. منهجية التجهيل في العراق واضحة منذ احتلاله عام 2003 وحتى الآن من خلال المخرجات، من خلال المعطيات، عندما تتحدث أو تصدر منظمة اليونسكو الأممية بأن العراق فيه نسبة أمية ومعدلات تصل إلى 47%، في حين أن نفس المنظمة تحدثت في تقارير منذ أوائل أو أواخر الثمانينيات عن أن العراق يمتلك أقوى أو من أكثر المنظومات التعليمية تطورا في الشرق الأوسط في تلك الحقبة. ما الذي يجري في العراق؟ هل هناك منهجية للتجهيل مثل ما يتحدث الكثير من المراقبين، تتألف من ثلاثية الفقر، ثلاثية الأمية، عناصر هذه الثلاثية الفقر الأمية الطائفية، هل هذا الأثر العميق أتت أكله خلال هذه المرحلة منذ الاحتلال العراق عام 2003؟ ما الذي يجري؟ تحياتي لكم. أولا، العراق منذ 2003 لحد اليوم وقع الدوامة أو ثقب أسود كبير حقيقة. الجزء المتضرر الأكبر من هذا أكيد هو الشعب العراقي، لكن أيضا ساهم هذا الثقب الأسود باللي ذكرته حضرتك، المثلث الأسود هذا، بتراجع التعليم الأساسي وكذلك العالي في العراق، بحيث أنه وصل ليس فقط نسبة واحد، يعني نسبة عدد الأميين في العراق ناهزت 1% من عدد الأميين في على كل الكرة الأرضية، وهذا شيء مرعب جدا. كذلك لدينا الجامعات العراقية وكذلك المعاهد الأكاديمية في العراق وصلت إلى مراحل مخيفة في التسلسل الأكاديمي لها، وخصوصا في سنة 2022 مثلا أقرب جامعة لدينا هي جامعة بغداد وأحسنها ضمن العراق، وهي تسلسلها فوق 1850 على جامعات العالم، بينما كثير من الجامعات اللي في المنطقة، في منطقتنا العربية أو في الشرق الأوسط، صنفت من أول 100 جامعة من هذه الجامعات. كذلك المشكلة الثالثة والأخطر أنه عدد الباحثين في العراق مقارنة بعدد السكان يوازي عدد الباحثين في مثلا في أفريقيا الوسطى والجنوبية، وهذا العدد وصل إلى رقم مخيف اللي هو 25 أو 30 باحث. هذا معناها مقارنة مثلا بأقرب جيراننا الأردن اللي هو أعتقد أنه عدد الباحثين أكثر بأربع أضعاف من هذا الرقم وأكثر، فما بالك ببقية البلدان القريبة من أدنى. نحن نحتاج فعلا إلى وضع دراسة لتغيير هذا الواقع السيء اللي نعيشه، هذا الواقع المرتبط بعشرين سنة قد يكون يمكن أن نوصفها أنه هي
يجب أن تنسى، لأنه ما فعل فيها يعني يرقى إلى درجة غريبة من الغير المعقول. شكرا. الكثير من الخبراء يتحدثون عن أن المعايير للأمية ومفاهيم الأمية تغيرت خلال هذه المرحلة. أستاذ صباح علو، يعني الأمية هنا المفهوم أن الشخص لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن أصبح العالم له مفهوم آخر خلال هذه المرحلة للأمية. يا ترى هل هذا المفهوم يتطابق مع ما موجود في العراق؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام. حقيقة ما حصل بالعراق بعد 2003 وما سبقه من حالة تراكم، خصوصا ما بعد عام 1991 والحصار الذي عاشه العراق والذي وضع البيئة الخصبة حقيقة في تحقيق ما أراده المحتل للعراق، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران. ولذلك نلاحظ البرامج التي تم تنفيذها خلال 20 سنة الماضية أدت إلى أولا زيادة نسبة الفقر، زيادة نسبة البطالة، الفقر المتعدد لنسبة كبيرة جدا التي تتجاوز 20% حسب قرارات صندوق النقد الدولي وتحليلاته ومعلوماته خلال فترة 2020، أن 20% أي يقارب حوالي تقريبا 8 أو 10 مليون عراقي تحت خط الفقر. وهذا يعكس لنا حالة الشرود والابتعاد والهروب من الدراسة، خصوصا العوائل الفقيرة لأبنائها. ولذلك نلاحظ أن البرنامج بدأ منذ اعتماد أول موازنة في 2004 وبعدها ولغاية اليوم تتعثر حالة المحاسبة، أين تصرف هذه الإيرادات التي تدخل من عملية تصدير النفط أو تصدير الطاقة بشكل واضح المعالم اللاحظ، والإيرادات الداخلة دخلت إيرادات فلكية أدت إلى أولاً عدم وجود أي شكل من أشكال المراجعة للموازنات، عدم وجود أي شكل من أشكال الختاميات في نهاية كل عام. تتعثر الموازنة ما بين القوى والمكونات التي تعمل على إدارة مصالحها قبل مصالح الشعب العراقي. ولذلك نلاحظ أن التخصيصات التي تخصص للوزارات ومنها الخدمية بالدرجة الأساسية كالتعليم والصحة والبلديات والبنية التحتية والنقل وغير ذلك بما يمس حياة ومعاش المواطن انعكست سلباً، أدت إلى زيادة في نسبة الأمية بالعراق نتيجة لحالة الفقر وعدم وجود فرص عمل جديدة. وكلنا ندرك أن العراق حالياً يعتمد بنسبة 96% على الإيرادات الريعية القادمة من النفط. ولذلك نلاحظ تعوم البطالة بشكل كبير جداً، وبنفس الوقت لا تبالي القوى السياسية الحاكمة من 2003 ولغاية الآن في إيجاد أي شكل من أشكال استثمار الإيرادات المالية الكبيرة الداخلية. في هذه النقطة، من هذه النقطة أستاذ صباح اسمح لي أن أنتقل بالسؤال بعد الترحيب للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى موجود معنا؟ أستاذ مصطفى مرحبا بك. مرحبا بكم، أحيي الزميلين العزيزين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، لماذا حورب العلم
نشر التخلف، نشر تغييب الوعي بعد احتلال العراق عام 2003. لماذا تسيد الفاسدون المراحل الأولى أو المراتب الأولى في السلطة في العراق بينما يقبع الشعب العراقي في قعر الطبقة، يريد فرص عمل، يريد حقوق إنسان ولكن لا يجدها، لماذا؟ من الخطأ النظر إلى حالة الجهل والأمية والطائفية أو إلى هذه الحالات باعتبارها حالات منفصلة عن بعضها. هي في الحقيقة هناك منهجية معتمدة ومرسومة لإغراق العراق في لجج الجهل أو التجهيل الحقيقة المقصود، ونشر الطائفية واغتيال العلماء والأكاديميين، وبالتالي كل هذه الخطوات هي مسلسل يكمل حلقاته، تكمل حلقاته إحداها الحلقات الأخرى، وهذا جزء من عملية التدمير المقصود للعراق دولة وكيانا وشعبا، وبالتالي وصولا إلى إلغاء هذا الكيان. يعني كما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين الكرام أن الاحتلال الأمريكي عندما جاء تحدث عن تخليق عراق جديد، هذا العراق عراق مصنع مخلق بطريقة غير صحيحة، وهو مقطوع الجذور تماما عن أمته وعن تاريخه وعن معالم الحضارة التي كانت تسود فيه. المطلوب الآن ضمن مفهوم العراق الجديد الذي يعني نشره الاحتلال الأمريكي، وطبعا ساعد عليه الاحتلال الإيراني بشكل كبير، هو هذا التجهيل المقصود، نشر الطائفية، نشر الخزعبلات، إلغاء حتى معالم الجمال في المدن العراقية، محاربة الفن الأصيل سواء كان رسما أو نحتا أو تمثيلا أو أي من فنون الحياة، محاربة الإبداع شعرا ورواية وقصة وصحافة وإعلاما وإلى آخره. كل هذه حلقات تكمل بعضها في إطار تخليق هذا العراق الجديد الذي كما قلت هو منقطع تماما عن تاريخه المجيد وعن أمته وعن كل معالم الحضارة. الآن بعد 20 سنة من الاحتلال يعاني العراق ويعاني العراقيون من كل مظاهر التجهيل المقصود، من مظاهر الطائفية المقصودة، من مظاهر التخلف التي يجري نشرها في كل مكان. نعم. إلى أي مدى ترى أستاذ مصطفى أن العراق قد استهدفت هويته فعلا، الهوية العربية الإسلامية التاريخية؟ كما قلت هو هدف أساسي من أهداف الاحتلال والعدوان. عندما هذا الهدف؟ نعم، هل تم تحقيق هذا الهدف؟ نعم، هو يجري العمل عليه بشكل كبير. عندما يتحدثون عن عراق جديد، هذا العراق الجديد كما قلت هو لا علاقة له بكل الماضي المجيد لبلاد الرافدين التي يمتد تاريخها موغلا في الحضارة البشرية باعتبارها أقدم حضارة بشرية مكتشفة حتى الآن، تعود لنحو 7000 سنة. بالتالي هذا الأمر يعني هو واحد من أهداف العدوان والاحتلال، ويجري العمل عليه حثيثا. ولا شك أن هؤلاء المتنفذين المسيطرين أو المتحكمين بشؤون العراق يعملون بكل إصرار وبجهد كبير على تحقيق هذا الهدف، لأنه كما قلت هم جزء طبعا من أدوات الاحتلال، بل هم المنفذون الحقيقيون لمشروع الاحتلال التدميري في العراق. وهذا كما قلنا هو أحد أهداف العدوان والغزو والاحتلال، لذلك هم يعملون عليه بإصرار. وتجد هذا في كل مناحي الحياة، حالة التردي العام المقصود موجودة في كل مناحي الحياة، في الصحة، في التعليم، في الثقافة،
في الزراعة، في الصناعة، عندما تم تدمير المصانع في العراق، عندما تم تدمير المزارع في العراق، عندما تم تدمير البنى التحتية في العراق، كل هذه خطوات على طريق تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع الاحتلالي الأمريكي الإيراني في العراق. هذه المظاهر الطائفية التي تجري 20 أو 30 وربما أكثر مناسبة في العام الواحد، هذه أيضا من معالم نشر الجهل والطائفية ونشر الأفكار الخاطئة وبث الفتن بين المواطنين. هؤلاء الذين يشاركون في هذه المناسبات، طبعا هي مناسبات سياسية وليست ولا علاقة لها بالدين على الإطلاق، هؤلاء يعودون وهم مشحونون طائفيا ليكونوا قنابل موقوتة تهدد سلامة المجتمع وأمنه واستقراره. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، والعديد من النقاط المهمة التي ذكرتها في هذه المداخلة. بالعودة إليك أستاذ دريد عبد الله، استمعت لي الأستاذ مصطفى كامل وما تحدث به، هناك نقاط مهمة تحدث بها، منها أن الحكومات التي جاءت بعد احتلال العراق همها هو ومشروعها بالضبط هو تهديد السلم المجتمعي، خلق وصناعة الأعداء من الداخل، عسكرة المجتمع، هذا ما يعني فهمته من الأستاذ مصطفى. يا ترى ما علاقة ذلك بالتنمية والنهوض والنهضة عندما يكون مشروع الاحتلال مبتدئا باغتيال العقول وتهجير العقول، ومن ثم سلسلة متوالية من عمليات التهجير وعسكرة المجتمع ونشر المخدرات وتدمير البنى التحتية الصناعية والزراعية والتعليمية، هنا هل بقي من أمل للنهضة عندما يكون هناك يعني الكثير من الخطوات المتسلسلة والممنهجة للتجهيل؟ تحياتي لكم مرة ثانية وأستاذنا العزيز أستاذ مصطفى. الشيء الكثير يقال وأكثر منه لا يقال. العراق خلال آخر 20 ميزانية من عنده، يمكن كثير من اللي موجودين عندهم فكرة أساسية عنه، قد لا تتوقعون إن قد لا تتصورون إنه العراق خلال 3 سنوات من هذه 20 سنة فقط، 3 سنوات استدان في تلك 3 سنوات في كل سنة 25 مليار دولار. فكان وكذلك أصبحت الميزانية بالسالب لعشرين سنة بالضبط. 20 سنة لدى العراق ميزانية سالبة، بمعنى أنه يجب حتى تسد تكاليف الميزانية التشغيلية والاستثمارية وسد تكاليف الديون تحتاج أنه تستدين، وهذه كرة الثلج المستمرة منذ 2003 مستمرة لحد هذا اليوم. قد يكون نعم سنة 2022 لم يستدين العراق شيء، لكن هذا كان فقط مرتبط ليس بتحسن اقتصاده بل بتحسن أسعار النفط اللي أضافت إلى كميات محدودة من الواردات وسدت بالتالي بعض التكاليف التشغيلية التي يحتاجها. مشكلتنا اليوم، مشكلتنا الكبيرة، هو ليس في يعني واردات النفط. المتحدث العزيز ضيفكم العزيز ذكر أنه هناك ميزانية ضخمة في العراق، وهذا الشيء ليس صحيحا. العراق وارداته من النفط في سنة 2022 ولتكن الشهر السادس من عدها مساوية لواردات النفط لعراق 1980 الشهر الثاني من عدها بالضبط، لكن بضرب معدلات التضخم الدولاري بين 80 و 22 وصلنا إلى هذا الرقم كرقم. نعم العراق 11 مليار 10 مليار دولار واردات
شهرية نعم، لكنه لو أخذتها لسنة 1980 ل 13 مليون نسمة، لدولة من 13 مليون نسمة ولديها ناتج محلي يعادل 4 أو 5 أضعاف واردات النفط، هاي تجعلك أنه لو تقارنها اليوم بدولة من 42 مليون نسمة بناتج محلي فقط يساوي واردات النفط لنفس المقدار. طيب استاذ دريد سؤال، راح تجد انه الكارثه الان كثيره اكبر من الكارثه في السنوات السابقه. استاذ دريد سؤال فقط اسمح لي ان انتقل به للاستاذ صباح. استاذ صباح، لماذا دائما في وسائل الاعلام التابعه للحكومه وتابعه للاحزاب لا يتم الكشف عن الأرقام والإحصاءات للواردات للصادرات؟ لماذا يتم فقط يعني اللعب على أوتار طائفية في العراق دون الكشف عن حقوق الشعب العراقي من النفط؟ يعني هل يعقل أن شعبا إلى الآن فيه مدارس طينية وهو يطفو على بحر من النفط؟ لماذا لا يتم الكشف عن كل هذه الثروات واستحصال هذه الثروات و تسليط الضوء على أشياء يعني يصفها البعض بأنها تافهة؟ نعم، بعد 2003 حقيقة كل الإيرادات الداخلة إلى العراق يتم التعامل معها بشكل تغطية إعلامية واضحة المعالم، علماً بأنه من 2003 ولغاية الآن دخل العراق إيرادات تعادل ما قيمته 1.2 تريليون، أي بمعنى لو نقسمها على 20 عاما مضت هناك مبالغ رهيبة جدا وكبيرة للعمليات الموازنات سواء التشغيلية أو الاستثمارية. ولكن الخلل يكمن أولا عامل الفساد المالي والإداري والذي أخذ شكل من أشكال الشرعنة حاليا من قبل الرئاسات الثلاث الممثلة برئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء وكذلك أيضا القضاء، كلها مسيسة باتجاه عدم الكشف الحقيقي لأي شكل من أشكال عمليات التخصيص أو عمليات الصرف، والدليل لا توجد أي شكل من أشكال الختاميات في نهاية كل عام. مثال بسيط على ذلك، نحن مررنا بعدة سنوات منها 2014 2020 2022 الحالية لا توجد موازنة، علما بأن عمليات الصرف وعمليات الهدر والسرقة للإيرادات الغير مخصصة للوزارات، علما بأن الدستور يؤكد أن عمليات الصرف ضمن وزارة المالية على 1/12 وعدم وجود أي شكل من أشكال المشاريع حتى اللي كانت انفجارية 2013-2014 موازنات كبيرة جدا بوجود مشاريع وهمية غير واضحة المعالم التي تعمل على دغدغة مشاعر وعواطف الشعب العراقي أن هناك وعودا في مسألة حل الكهرباء وأزمات المياه وأزمات النقل وأزمات الصحة والتعليم وغير ذلك. ولكن حاليا طفح الكيل في 2019 مما أدى إلى انتفاضة الشعب العراقي بشبابه حقيقة، والمواجهة التي حصلت باستخدام القوة المفرطة أدى ذلك إلى مقتل ما لا يقل عن أكثر من 800 أو 900 شاب، وهناك أكثر من 25,000 مصاب ومغيبين أعداد كبيرة، وما زالت عمليات الاستهداف للناشطين الذين يكشفون كل أشكال وأسرار
عمليات الفساد المختلفة وبتعاون من القضاء المسيس. والدليل أن هناك كثيرا من العناصر التي تم تقديمها للقضاء والحكم عليها، ولكن مع الأسف يتخذ القضاء أسلوبا آخر من خلال قانون العفو العام الذي صدر 2015 وغيره. يعني هل نستطيع القول، هل نستطيع القول بأن القضاء هو جزء كبير من منهجية التجهيل؟ بالتأكيد، وساهم بشكل كبير جدا في دعم الفساد وعناصر الفساد وحيتانه الممثلة في إدارة الدولة. ولكن أحب أن أعطي معلومة أن من 2003 الموازنات ولغاية اليوم لاحظ تزداد بشكل خطير جدا الموازنات التشغيلية وتنخفض عملية الاستثمار في إيرادات العراق الداخلية حتى أثناء عمليات ارتفاع أسعار النفط كما هو حاليا. يعني 2022 انتهت وكذلك 21 رغم وجود كورونا، ولكن مع الأسف لم يحصل أي شكل من أشكال المتغير لتقليل نسبة الفقر ونسبة البطالة ورفع مستويات المعيشة للفرد، بل بالعكس تم استحصال 25% من دخل الفرد بعملية رفع قيمة الدينار، تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار. بنفس الوقت أن في العالم ما حصل من حالة تضخم وارتفاع في الأسعار انعكس سلبا على المواطن مما زاد في حالة الفقر أكثر والتضخم النقدي الحاصل في العراق نتيجة انخفاض سعر الدينار، إضافة إلى عمليات تبييض الأموال سواء للسلاح المورد للعراق والذي يعمل على انتشاره في أماكن أخرى وبيعه، والمخدرات أيضا من خلال بيع العملة في البنك المركزي العراقي. دعني 2019 أعطيك مثل بسيط. 2019 العراق تم عملية تحويل أموال بقيمة 77 مليار، الداخل منها كبضائع 18 مليار. هذا مثال على كبير جدا على شكل الفساد وعمليات تبييض الأموال داخل العراق، والذي أصبح مافيا دولية تعمل في العراق وليس مافيا داخلية مرتبطة بمافيات خارجية كبيرة جدا انعكست في زيادة الفقر والبطالة والأمية وانحطاط التعليم وغيره. إذن حكومات ما بعد الاحتلال السمة التي تتصف بها هي حكومات فاسدة. بالتالي لو أخذنا مقارنة أو دراسة مبسطة مع معكما ضيفي الكريمين، أستاذ دريد السؤال موجه إليكم، لو أن يعني الطاقات البشرية في العراق، الثروات البشرية موجهة بالشكل الصحيح ومافيات الفساد غير موجودة، لنفترض بأن النظام السياسي الذي أنشأه الأمريكيون المحتلون وبرعاية إيرانية هو غير موجود، كيف سيكون مستوى الدخل للمواطن العراقي والعراق عائم على بحر من النفط؟ كيف سيكون شكل الصناعة في العراق؟ كيف سيكون شكل الزراعة؟ كيف سيكون الإسكان في العراق؟ الطاقة البشرية الموجهة وهي ليست ببعيدة عن مطالبات ثورة تشرين، ثورة شبابية مسالمة طالبت بحقوق وطالبت ببرنامج للحصول على حقوقهم كمواطنين. ترى كيف هو شكل مستوى الدخل للمواطن العراقي مع لو غابت هذه المافيات الفاسدة التابعة للأحزاب؟ حقيقة العراق اليوم يستغل كل ثرواته عدا ثروة واحدة البشرية. هي ثروة البشر. نعم. البشر هي الثروة الوحيدة الغير مستغلة، وهي الثروة التي ترفع الأمم وتنهض بها
وهي الوحيدة التي تنزل بالأمم إلى قعر جهنم. مشكلتنا اليوم هو هذا بالضبط. اليوم في سنة 2022 لدينا 21% من الشعب العراقي بين متقاعد وموظف، وهذا فقط هذا الرقم هو عبارة عن كارثة قومية. بينما في التسعينات وحتى الثمانينات والسبعينات لم تقل النسبة عن 47 إلى 50%، وهذا هو الطبيعي في الأمم. مشكلتنا اليوم عدم استثمار الطاقات البشرية التي يملكها، بل بالعكس أصبحت الطاقات البشرية عالة على العراق. اليوم العراق النسبة الطبيعية للموظفين في أي دولة بالعالم هي تتراوح بين 4% و6%، وهذا فعلا كان في العراق والآن في الدول العربية كلها. لكن انظر اليوم العراق زادت النسبة إلى حد 18%، وهذا الشيء جعل القدرات البشرية معطلة وعبء على الدولة أصلا، بدل أن تكون هي المحرك والديمومة لها. شيء مهم ثاني يجب أن يتم معرفته، المليار و300 مليون واردة الدولة لعشرين سنة هي وحدها كارثة، بمعنى أنه كل سنة من السنوات هذه كمعدل هي 75 مليار، يقابله ناتج محلي ككل حوالي 150 للسنة الواحدة، 150 مليار دولار كمعدل لمعدل عدد شعب 33 مليون إنسان. هذا لو أسقطت على عراق مثلا السبعينات أو الثمانينات سيموت جوعا في ذلك الوقت، بمعنى أنه 150 مليار في عراق الثمانينات معناها انه هذا راح الناتج المحلي هو حوالي 35 او 37 مليار دولار، لكن العراق في مثلا 1980 كان الناتج المحلي لديه وصل الى 55 مليار، وهو 13 مليون نسمه فقط، واحنا نتكلم عن 33 بمعنى او 39 مليون نسمه بمعنى كمعدل، بمعنى أنه العراق يحتاج حتى يصل إلى عراق الثمانينات والسبعينات أنه يعمل 3 أضعاف. ليست يا سيدي ليست الواردات اللي موجودة هي ضخمة، هي كارثة بمعنى الكلمة. العراق لا يعمل شيئا، الناس في العراق لا يشتغلون شيئا بسبب السياسات الدولة الفاشلة. الشيء المهم الذي يجب أن يعلمه الناس ويعلمه الحاضرون اللي وضيوفك الكرام أنه مليار و300 هي كارثة وطنية وحدها، هي ليست الواردات المطلوبة لدولة من العالم الثالث لكي تعيش. وفعلا العراق لحد اليوم من 2003 إلى حد اليوم استدان 130 مليار. الأخ ده يتكلم عن 2014 سنة 2014 استدان العراق 25 مليار حتى يسد تكاليفه. كانت سنة 2014 عندك ناقص حوالي 53%، لدينا مشكلة بالخزانة 53%، بمعنى أنه أنت حتى فقط تسد تكاليف الحرب اللي بدأت على داعش في ذلك الوقت أنت استدانيت 25 مليار دولار في سنة واحدة، ولا حتى في سنة، في 9 أشهر بالضبط. هذا يجب أن يعلموه الناس، إنه القوة البشرية هي من ترفع الدول. اليوم الألمان شنو اللي عندهم؟ أنا أسأل العراقيين من شاشة الرافدين، شنو اللي عند ألمانيا هو يختلف عن العراق؟ ألمانيا ليس لديها نفط وليس لديها غاز بشكل عام يعني. طيب لكن لديها قوة بشرية تستفيد. أستاذ ريد، طبعا هو هذا ضمن يعني منهجية التجهيل. يعني في ألمانيا يعني هل هجر العلماء؟ هل اغتالوا العلماء؟ نعم. هل اغتالوا نخب مجتمعية؟ نعم اغتالوا وهجروا، لكن هناك شعب ولاد
هناك العالم اللي يغتيل يتم تبديله، هناك نظام تعليمي ونظام إداري صارم. هذا اللي جعل الألماني يرتفعون بعد استسلامهم عام 1945، ونفس الحالة نقدر نسقطها على الكل. مشكلتنا استراتيجية الدولة غير موجودة، وإحنا نحتاج أنه فعلا لكي ننهض بدولة العراق يجب أن نستثمر في الثروة الوحيدة التي نملكها حقيقة، ليست النفط ولا الغاز، الثروة البشرية على تحت بالضبط. نعم، شكرا أستاذ دريد، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ صباح، الاستثمار في رأس المال البشري، لماذا يغيب في العراق الكثير من الدول التي مرت بحرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية ونهضت، كاليابان، كألمانيا، كثير من الدول حصل فيها حروب ونهضت، هناك دول ليس فيها نفط ونهضت الآن تضاهي الدول المتطورة، ماليزيا، تايلاند إلى آخره، لماذا العراق فقط يتسيد قوائم الدول في تغييب الوعي في المخدرات، في الانتحار، في حقوق الإنسان الغير موجودة، في الأنظمة السياسية الفاشية المتسلطة، في الأحزاب التي تستولي على الثروات؟ لماذا لا يكون هناك إرادة تنبثق من عمق الشعب؟ هل ثورة تشرين كافية؟ حقيقة أحب بس أن أوضح لأستاذ دريد بالنسبة لواحد تريليون فاصلة اثنين. نعم. هذه إيرادات دخلت إلى العراق، أنا لا أتكلم أنها هي التي تعطي الإمكانية لعملية التطور دون استثمارها، أنا أتكلم على الاستثمار. ولذلك وضحت أن الموازنات من 2003 ولغاية الآن الموازنات التشغيلية تزداد، وصلت إلى مرحلة أكثر من 80% من التخصيصات هي موازنات تشغيلية وليست استثمارية. هذا هو الجانب، والعراق أصبح بلدا ريعيا معيلا، أي بمعنى أنه يعمل على تعطيل القوى العاملة وهي الأساس في عملية تطوير الإنتاج والناتج المحلي السنوي، هي جوهر الأساس. نعم. ولذلك نلاحظ هناك سياسة اقتصادية لتعطيل أي شكل من أشكال الإنتاج، بدءا من الكرافيس إلى عمليات التصنيع المختلفة بكل أشكالها، إلى الزراعة، إلى الإنتاج الغذائي، إلى الأمن الغذائي، إلى كل شيء الذي كان يعمل بما فيها الألبان ومعروف إيش من المواد الصناعية البسيطة. توقفت أكثر من 22,000 مصنع سواء للقطاع الخاص أو العام، توقفت بأساليب مختلفة مارستها الدولة أو مارستها الحكومات اللاشرعية رغم وجود الانتخابات. يعني أي بلد بالعالم حاليا كي ينهض، أول جانب جوهري وأساسي يؤكده شرعية الحكومة، هذا الجانب غير موجود بالعراق منذ 2003 ولغاية الآن. إذن هناك سياسات مخفية عما يتم الإعلان عنها، ونحصد نتائجها الآن من زيادة في الأمية، تردي في القوى في الصحة العامة، الصحة الأولية، تردي في عمليات التعليم. العراق يحتاج حاليا ما لا يقل عن 3 مليون وحدة سكنية كي يحل أزمة السكن، أزمة الكهرباء التي أنفق عليها مليارات ولم يتمكن من حلها، وهي الجوهر والعمود الأساس لتطوير الزراعة والصناعة والخدمات. هذا كله غير موجود في العراق، مما أدى إلى وصولنا إلى هذه المراحل الخطيرة. وأنا في اعتقادي الذكرى الثالثة لانتفاضة 2019 قريبة بعد عدة أيام، وسنرى أن هناك حقيقة حراك شعبي كبير جدا سيكون في 2023 بسبب غياب أي شكل من أشكال السياسة التي تعمل على خدمة المجتمع. ولذلك أولى العوامل الجوهرية في التجهيل عسكرة الحياة،
من يريد أن يحصل على أكل ولقمة عيش عليه أن ينتمي إلى قوى سياسية تحمل أذرع مسلحة. نعم. وهذا في اعتقادي المستقبلي سيعمل على إلغاء ما يسمى بالجيش والأجهزة الأمنية كي تحل محلها هذه القوى السياسية العسكرية المرتبطة بأحزاب تعمل على قيادة البلد بالاتجاه الخطير جدا في عمليات التجهيل وانخفاض نسبة الصحة والتعليم وغيره من الأجهزة المهمة جدا في التطور. غياب الطبقة الوسطى، وهذا هو الذي حصل، أن هناك عملية تذويب للطبقة الوسطى، وأي مجتمع بالعالم تغيب الطبقة الوسطى عنه لا يتمكن من الارتقاء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. هذا الجانب مع الأسف بالعراق عندنا أصبح سياسة ملازمة للفساد، ملازمة للعملية السياسية. هناك القوى والتكتلات، الصراع في البيت الشيعي على السلطة واضح المعالم، ولغاية الآن لم تشكل حكومة بعد عام من عملية الانتخابات. القسم السني يتنافس فيما بينه ويتصارع على السلطة والمناصب. كذلك أيضا القوى الكردية فيما بينها تتصارع، وهذا كله ينعكس سلبا على المواطن في معيشته، في فقره، في بطالته، في غيره. نعم، شكرا استاذ صباح. استاذ ريد، المحاصصة والتحاصص والاتباع والتبعية، كل هذه المفاهيم والتطبيقات أكثر من 19 سنة موجودة في العراق. شباب وقوة بشرية مركونة على جنب، مهارات ميتة، عدم تطوير مهارات من أجل النهضة بالشباب العراقي. هذه الطاقات تخرج فقط إلى الساحات لنصرة فلان وفلان المتسيد في السلطة والمستحوذ على كل شيء والسارق لقوت الشعب ولأموال الشعب. من وجهة نظرك، يعني هل هناك حلول للوقوف بوجه منهجية التجهيل؟ يحتاج العراق اليوم فقط لأن يكون دولة قانون. نحن في العراق لا وجود لدولة قانون فيها. نعم، هناك دستور وهناك قوانين جلها من فترة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكن هذه القوانين لا تطبق مجمدة. نعم، هناك قضاء وهناك أحكام تصدر، لكنه بشكل عام لا وجود للقانون في العراق. نحن في ألمانيا هناك ثلاث عوامل رفعت من مستوى ألمانيا وحسنت اقتصادها خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية. واحد من أحدها هو دولة القانون، دولة تطبق فيها القوانين ويستثمر. دولة القانون في ألمانيا وليست التي موجودة الآن في العراق. هي ليست في العراق، لا وجود اليوم لدولة قانون. هناك مثل ما أسلفت، هناك دولة محاصصة طائفية. نعم، دولة محاصصة طائفية من الممكن أنه يتكلم الكل بها عن القانون، لكنه لا يطبق على الناس، ولا يطبق على بمعظمهم، ولا يطبق على السياسيين ولا على غيره. نعم. نحن في كارثة تسمى عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة. العراق يصنف اليوم من أسوأ 20 دولة في الإدارة، يسمى يعني بالإضافة إلى اقتصاده الهش، يعتبر إدارة الدولة أكثر هشاشة. شكرا جزيلا أستاذ دريد عبد الله، الباحث والخبير الاقتصادي العراقي، ضيفي عبر سكايب.
ونشكرك شكرا جزيلا استاذ صباح حلو الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا ضيفا عبر سكاي. وشكر موصول للاستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر. شكرا للضيوف الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعه، والى اللقاء.